صمود سوريا ألغى الأحادية الأمريكية وأعاد التوازن الإقليمي والدولي، هذا ما يراه المحللون السياسيون هنا، مؤكدين أن هذا الصمود الانتصار أطاح بالمخططات ضد المنطقة التي تدافع عنها سوريا اليوم. الصمود السوري أسقط الأحادية القطبية وأسقط أمريكا عن عرش تسلطها على الكون، كما أن صمود سوريا أسقط أطماعا إسرائيلية كثيرة كانت تخطط لإنجازها في المنطقة، كما أن الصمود السوري أيضا أسقط رهانات وأوهام تركية وسعودية وأخوانية كانت تندرج ضمن هذا المخطط العام. هذا الصمود السوري أيضا خيب آمال جماعة 14 أدار ومن أتباع المشروع الأمريكي الأطلسي التركي في المنطقة. الصمود السوري لم يكن دفاعا عن سوريا وحدها، كان دفاعا عن كل العرب، بل عن منظومة عالمية كاملة. هذا الصمود السوري ارتكز بحسب المحللين على مقومات عدة، أهمها إنجازات الجيش العربي السوري بعد أكثر من سنتين ونصف على الأزمة. مشروع الشرق الأوسط الجديد يمكن القول أنه تم الإجهاز عليه بالضربة القاضية التي وجهها الصمود السوري المتمثل بالقيادة والجيش والشعب السوري وحلفائهم، بحيث تم إجهاض هذا المشروع نهائيا لأن أمريكا أصبحت عاجزة عن استكمال هذا المشروع. أما ترجمة هذا الصمود الانتصار فتكون بحسب المحللين عبر المؤتمر الدولي المزمع عقده لحل الأزمة السورية. صمود سوريا سيترجم عاجلا أم آجلا بانعقاد مؤتمر دولي، ولا سيما فيما يعني يشاع مؤخرا بأنه جنيف 2 سيعقد. هناك رغبة أمريكية روسية في عقد مثل هذا المؤتمر، ستترجم عاجلا أم آجلا، ومن يتخلف عن حضور هذا المؤتمر سيفوت القطار. صمود سوريا بحسب المراقبين هنا هو من أجهض المشروع الغربي الصهيوني الرجعي مع أدواته. من بيروت صنعاء علوي للتلفزيون العربي السوري.